بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو الخميس وأنا أتحدث هنا من أمريكا من ولاية واشنطن الولاية الغربية، يعني كأني من سياتل يعني. وأريد أن أعلق على ما حصل، إنه إقالة وزير الداخلية في مصر محمد إبراهيم. والحقيقة هاي ما يحصل بالطاعة دائما. الواحد بضحي طاغي بطاغي آخر أقل منه مشان يحافظ على راسه إلى آخره. وأنا أود أن أذكر لكم هنا فيما يتعلق بالطاغوت الرباعي، أنا بسميه الطاغوت الرباعي، وهذا ينطبق على الدول العربية كلها. وطبعا هاي تجارب الخاصة يعني مرت علي، وخاصة في الأردن. فالطاغوت الرباعي عادة بيكون هو يتمثل في وزير الداخلية، رئيس المخابرات، رئيس الديوان، طبعا إذا كان ملكي ديوان ملكي، وإذا كان جمهوري رئيس الديوان المكتب رئاسة الجمهورية. وطبعا تأتي طاغوت الرابع يكون وزارة العدلية المحاكم، وخاصة إذا ما كانت محاكم مستقلة تماما، فهي المحاكم أو الشرع أو بما معناه يساند الحكم. فهي المأساة تماما في بلادنا. وطبعا تجاربي أنا عارفها تماما، مرت علي لما دخلت في مشان رشحت حالي لانتخابات البرلمانية عن الزرقاء 1993. كان الشخص اللي منعني بدوش يدخلني اللي هو تاع المحافظ، لأنه قال لي أن أنت أمريكي، ولكن طبعا أنا معاي جواز أردني وكان بحقني إني أترشح على كل حال يعني. فهو منعني حتى جاء رئيس المخابرات في الزرقاء اللي هو أبو ماهر على ما أظن، هو نفسه في آخر ربع ساعة سمح لي هذا تاع المخابرات تاع تاع المحافظ اني ارشح حالي يعني الى اخره. فطبعا تلفن لي ابو ماهر، ولا ادري اين هو ماهر، رجل طيب يعني لا شك. يوم قال لي انه انا اللي اشرت على المحافظ انه يسمح لك يدخل. طبعا شكرته انا، ولكن بعد يوم او يومين بعد ما هو شجعني ورحت اجتمعت معاه وقال لي بده يحاول يساعدني اشوف كيف اني بدي كيف انجح، على اساس انه انا هو عايز شخصيات وناس يعني من الاردنيين اللي في الخارج بيعيشوا وكذا يجوا ينهضوا بالبلد والى اخره. فانا شكرته، واذا بيقول لي انه لن تنجح، معناها وقف، معناها جاءت رساله او شيء من نوع من اتصور ليس من المخابرات لأنه من المخابرات من الديوان، وقفوه ما بدنا إياه إلى آخر. فهي المأساة في بلادنا. فبيجي واحد من تاع المخابرات أو من تاع وزراء الداخلية يقول والله هذا رجل طيب كويس. واكو يا جماعة فكروا بالنظام نفسه، النظام السياسي، الشيء اللي بحافظ على كل هاي الأمور كلها، اللي بحميكم هو الانتخابات الحرة النزيهة فقط، ما في غيرها. فأنا مثلا في عندما دخلت في الانتخابات مرة ثانية عن عمان 1997 عن الدائرة الثالثة، شوفوا في البيان الانتخابي بتاعي موجود في الفيسبوك بتاعي، طالبت أول شيء انتخابات حرة ونزيهة، الملك لا يعين رئيس الوزراء يكون رمز للشعب كله ولكن لا يحكم على الإطلاق، يعني على غرار بريطانيا.
طالبت بأن هناك في قوانين تمنع التجسس على المواطن الأردني من قبل المخابرات، تمنع. هذا في أمريكا، أنتم بتسمعوا في غوانتانامو مش عارف إيه، هذا كله هذا كلام صحيح، في ظلم في جميع النوع، بس مش للأمريكان، ما في ظلم للأمريكان هنا. هنا القضاء مستقر، مستقل تماما. واحد بده يحكي علي ولا يتكلم علي ولا يمنعني، أنا بتشك عليه، بوصله إلى آخر شيء إلى القضاء، القضاء مستقل. ثانيا، هنا في أمريكا الذي يهتم بالأمور اللي بتعلق بعدم النظام، بالمشاكل في الإرهاب إلى آخره، في داخل أمريكا هو الـ FBI، يعني البوليس، هو البوليس. CIA ممنوع تتجسس على الأمريكان، تتجسس بالخارج طبعا. CIA من أوسخ ما يمكن، لكن مش معناه تتجسس على الأمريكان في داخل أمريكا، لا، تتجسس في الخارج، تتجسس على العرب، تتجسس على المسلمين، تعمل مؤامرات، كل شيء بدأ. أما في داخل أمريكا ما فيش. ولذلك أنا طالبت أنه في عندما أنا دخلت في رشحت حالي في الأردن، أنه هناك يجب تسن قوانين أنه لا يجوز التجسس على من قبل المخابرات. المخابرات لازم تكون ما إلها علاقة، هاي إلها بس لحماية البلد من الخارج. يعني تتجسس على إسرائيل عايز مش فيش مانع، تتجسس على السعودية يا سيدي فيش مانع، أما مواطن أردني ما تتجسس عليه، إنه محمي. وأنا أذكر إنه في أواخر الثمانينات أنا أجاني تلفلوني من الـ FBI هنا من سبوكان، هي من أكبر مدن واشنطن ستيت اللي هي في المنطقة الشرقية، فأجوا بدهم يزوروني لأنه شافوا عندي نشاط أنا كثير سياسي وإلى آخره، بهتم بالقضايا الفلسطينية وإلى آخره، فأجوا بدهم يزوروني، حددوا لي وقت معين يوصلوا هنا على العيادة بتاعتي، على نفس هذا المحل العيادة بتاعتي هنا في المكتب بتاعي، محل ما بتكلم معاكم. أجوا اثنين، أول ما وصلوا في نفس الوقت المحدد له طاروا الباج بتاعهم، يعني بينوا انهم هم FBI، وبدهم يسألوني أسئلة قبل ما يتكلموا، ولا سؤال تكلموا. قلت لهم اسمعوا، انا مواطن امريكي، انا عارف حقوقي، انا وعارف انه الدستور الامريكي الى اخره، انا اتكلم باسم الدستور لانه بعطيني الحق اتكلم، ولكن تأكدوا تماما لا يمكن باي حال من الاحوال اني اعمل على اي شيء يخل بالبلد هنا، لا يمكن. يعني قوانين تخل في أمريكا وفي داخل أمريكا هنا، قوانين عنف في شيء ما بقبلها أبدا، وأنا ضدها، وأنا أؤيد الفلسطينيين تماما، أنا أؤيدهم زي ما الإيطاليين بأيدوا الطليان، زي ما بدوا الأيريش الأيرلنديين بأيدوا الأيريش إلى آخر، كل واحد جماعته، أنا بأيد جماعتي، هذولا وطني، هذولا قومي، هذولا ما ممكن يعني، بس كله ضمن القانون. أقسم بالله العظيم وأذكر لم يتكلموا كلمة واحدة على الإطلاق، قعدوا حوالي 7 دقائق أو بجوز 10 دقائق وأنا أشرح لهم، قالوا لي thank you very much، ولا كلمة واحدة ورحلوا طلعوا. ولذلك أنا بدي إياكم، الشعب عندنا في بلادنا العربي الأردن وين ما كان، الشيء اللي بيحميكم تماما هو الانتخابات الحرة والنزيهة، ما في غيرها أبدا، أي شيء آخر ما له أي قيمة. بعدين العدل يجب أن يكون وزارة العدل أو القضاء يجب أن يكون مستقلين، مش أداة مطاعة بقبل الحكومة. وبعدين هاي قضية أنه قضية أمن الدولي اللي ذكروها في الأردن، أنه محكمة أمن الدولي هاي مهزلي، هذا استبداد، هذا واحد بيعمل أي شغلة روح حاكمه، محاكمة طبيعية العادي وهذا. أما أمن الدولي وتصير تقولوا الإرهاب، ما إرهاب كله عبارة عن شماعات مشان الظلم والطغيان، هذا ما ممكن نقبله على الإطلاق. هذا الشيء اللي أنا بقوله أنا، والحقيقة والشيء اللي، ولذلك أنا هذا كلمة مصر ومش عارف إيش والسيسي، هذا إنسان مجرم قاتل، هذا يجب أن يكون مصيره إلى المحاكمة الجنائية والشنق،
والشنق كمان يعني، لأنه فعلا قتل ناس وشوية نوع وخرب مصر الآن، كله عبارة عن مصاري بتأخذها من دول الخليج، وأنا أطلق على دول الخليج باستثناء طبعا عمان وباستثناء القطر، هذولا لا شك ممتازين هذولا، ولكن الدول الأخرى عبارة عن أنا أطلق عليها دول الأعراب. الأعراب هذول اللي كانوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام البدو، هذول لو كانوا حول المدينة المنورة ما كانوا يطلعوا ما يجاهدوا يعني أو ويساندوا الرسول عليه السلام اللي يتأكدوا فيه غنائم من وراها، غنائم توصلهم مصاري، ولكن قالت الأعراب آمنا، أجل نزل عليهم في القرآن كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتوا جماعة أنتوا جماعة تساهموا بالقتل، تساهموا بقمع الشعوب، أنتوا يا دول الخليج وخاصة أنا أذكر المملكة العربية السعودية والإمارات والآن الكويت انضمت إلهم، ما عايزين الإسلام السياسي بسموه، يا أخي إن شاء الله قرد سياسي إسلامي شيوعي مين ما كان، ما دام بيجي صناديق اقتراع لازم تعملوا بهاي الصناديق الاقتراع وتهتموا فيها وتوافقوا عليها، ما بيهمكم مين أجا، أما ادعائكم إنه كذا وشي من النوع هذا كلام ادعاء فاشل على الإطلاق. ولذلك أنا أقول لكم هنا من داخل أمريكا، هنا أنا إنسان، أنا هنا أعمل للقضية الإسلامية للقضية الفلسطينية والحق والعدل، وأنا أتكلم وأدخل الانتخابات وإلى آخره. ولذلك أنا بقول لكم انتبهوا إلى الطاغوت الرباعي مرة ثانية، وزارة الداخلية أو الداخلية، المخابرات، الديوان سواء كان ملكي أو أميري أو لا ما يسمى، وبعدين القضاء، هذولا مدمرات. على كل حال والشيء الآخر اللي أنا بقوله بجوز الناس ما بيعرفوش، مثلا في بلادنا العربية إنه أمريكا هنا وزارة الداخلية اللي هو الوزارة الفيدرالية عبارة عن وزارة تهتم بالأراضي العامة تاعت الدولة، تهتم بالبيئة إلى آخره، ما إلها علاقة بالبوليس وشي من نوع، هاي الأشياء اللي إلها علاقة بالإجرام ما إجرام والتحقيقات من كلها الـ FBI أو عبارة عن البوليس المحلي، يعني كل بلد إلها بوليس، سياتل عندها بوليس، أي بلد واشنطن دي سي عندها بوليس، وهكذا هم اللي بيختصوا بهاي الأمور كلها، مش دائما وزارة الداخلية. شو يخرب بيتكم شو وزارة الداخلية، والله العظيم شيء مؤسف تماما. على كل حال أنا هاي حبيت أبين لكم إياهن هذولا، وأنا بقول لكم تماما إنه أمام أعينكم هي الانتخابات الحرة والنزيهة، ما في غير هاي اللي بيحميكم من الأمور هاي، وما تحاولوا تتفاعلوا دائما إنه زي هذولا داعش وغير داعش، هذولا جميع عبارة عن سحابي، حتنتهي السحابي، هاي شيء مأساة حصل كله، ولكن ما ممكن تحصل هاي زي داعش ولا التطرف هذا إذا ما كان في طغيان، جاء بسبب الطغيان اللي موجود في العراق، هذا المالكي هذا المجرم هذا اللي يجب أن يقدم إلى المحاكمة لأنه خرب العراق، الأسد هذا المجرم القاتل هذا اللي قتل شعبه، بعدين جاء السيسي، وبعدين أجب خفتر، هذا خليفة حفتر، هذا زيهم تقريبا، وأنا بضيف لهم الآن اللي هو علي عبد الله صالح، وبجوز يكون حتى عبد الملك الحوثي، هذا الشخص اللي بتطلع بيشوف على النفاق دائما وكأنه قال باسم الشعب والشعب إنه هو يكون جزء هو من الشعب الثاني، ما يجي يحاول يطغى على اليمن وإلى آخره. وأنا بصراحة أنا ألوم دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية لأن ما ساعدت هي المساعدة الكافية على اليمن وعلى غير اليمن، كان جنبهم اليمنيين كانوا بيسمحوا لهم يجوا يشتغلوا يعملوا هناك، ما بيسمحوا لهم ليش، وكأنه شيء هذا غير جيد اللي بيحصل. والمهم على أساس أنه أنا أوجه هذا الخطاب إلى العالم العربي وخاصة إلى الشباب، أنه أمامكم دائما الهدف هو الديمقراطية، واللي أنا أطلق عليها الديمقراطية الإسلامية، وهي التي تتفق مع
الثوابت الإسلامية، وإذا ما كانت تتفق مع الثوابت الإسلامية ما نقبلها. ما هو زي أمريكا إنه نوافق على الإجهاض ولا نوافق على الزواج المثلي وشيء من النوع، لأنه هاي عندهم الديمقراطية هيك يعني آخرها. إحنا نأخذ الأشياء الكويسة من الديمقراطية من ناحية الحرية ومن ناحية حرية حقوق الإنسان وإلى آخره، وإتركوا الأشياء الغث الأشياء السلبي هذا ما ضروري تأخذوه، أنتوا خذوا من ناحية الحكم إلى آخره. على كل حال هذا ما أقوله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.